انت فاكر يا صديقي زمان لما كنا بنركب بدلة لشخص وكنا بنعملها يدوي بالطريقة الغلط دي؟ بص دلوقتي بالذكاء الاصطناعي انا هعمل ايه؟ هبدأ اني احدد له الشخص كامل وهقول له دلوقتي وهكتب له مثلا بدلة وهدوس ريت. بص هياخد معانا ثانيتين بس وهو هيحاكي الصورة كلها، ودي اول نسخة من البدلة وهيعمل لك نسخة تانية، وانا شايف ان دي افضل نسخة، ايه رأيك؟